أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أنا الحمد لله غني وميسور الحال، وأريد أن أشارك في بناء مسجد، فهل المشاركة في بناء المسجد تكون كاملة أم المشاركة فيه عن طريق المكيفات والأثاث ووسائل التدفئة تدخل في البناء؟ كل ما تبذله في المسجد من بناء أو من مكيفات أو من فرش أو من مياه أو من إنارة، كل ذلك يدخل في عمارة المسجد، ولك فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى.